زبده زبده. طب حضرتك قولي لي، جايه النهارده جايبه بيتي فور للناس ليه؟ ليه؟ هو في فرحه اكتر من كده؟ بنعمل انتخابات ونعيش في امان ونبقى كلنا سعداء ومشاريع جديده وحاجات وكل حاجه حلوه. حضرتك عندك كام سنه يا حبيبتي؟ انا عندي 70. متعوده تنزلي الانتخابات؟ طبعا، ده انا مريضه، انا نازله النهارده عندي التهاب رئوي صدقيني، ممنوع من النزول، بس لازم يعني كله لازم ينزل عشان الاعداء، نكيد الاعداء ونخلي كيدهم في نحوهم. جايبه كتير كل الحبايب وكل المصريين وكل المنتخبين. انا جايبه ليا لوحدي ولا للوزير؟ انا كنت اعرف ان الوزير جاي، ده كده بالشانس يعني. ربنا يخليك. كل الحبايب بكل المصريين الحلوين اللي نازلين ينتخبوا.